في إطار المتابعة الحثيثة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المنتجات المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها في مخزن لهملة، فقد صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة بأنه تم الكشف عن كمية من المنتجات في مستودع آخر في محافظة العاصمة يفوق عددها 13,000 عبوة تعود ملكيتها لأحد المتورطين في قضية مستودع لهملة وتحمل نفس العلامات التجارية التي تم ضبطها فيه. إجراءات البحث والتحري بشأن المستودعات للمواد الفاسدة لم تتوقف عند المستودع المضبوط في منطقة الهملة، بل استمرت في تتبع خيوط القضية شيئا فشيئا، وبسرعة عالية تم الكشف عن هذا المستودع مستودع آخر للمواد الفاسدة في محافظة العاصمة. مالك هذه المنتجات هو أحد المتورطين بمستودع الهملة، ترك المنتجات في مستودع مستأجر منذ شهر مارس الماضي، وبعد التحري تبين أن معظم هذه المنتجات غير صالحة للاستخدام، بل قد بدلت تواريخ انتهاء بعضها، وبعض منها لا زال مشكوك بصلاحيته. في إطار المتابعة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتتبع المنتجات التي تم رصدها في مخزن الهملة، فقد تم التعرف على أحد المستودعات في محافظة العاصمة ويحتوي على كثير من المنتجات، بعضها عليها تاريخ صلاحية غير منتهي وبعضها منتهي الصلاحية، إلا أن جميع المنتجات بعد التكشف عليها أو فحصها تبين بها مظاهر العفن، وأيضا تحتوي على بعض الحشرات عندما تم فتح بعض المنتجات. وأيضا باتصال بهذه القضية، هناك بعض المحال التجارية في أيضا في المحافظة تم العثور على نفس المنتجات ولكن بكميات صغيرة، وأيضا تم التحرز عليها من قبل الوزارة. وأدعو جميع التجار بأن يهتموا بمصادر التي تمولهم لهذه المنتجات الغذائية، بأن يتعرفوا على مصادرها ويتحققوا من صلاحيتها قبل أن يطرحوها للبيع. بشاعة هذه الجريمة تتكشف وتتضح للمسؤولين والمفتشين الميدانيين التابعين لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لكونهم العين الساهرة والمراقبة والفاحصة للمنتجات ومدى صلاحيتها وجودتها، إلا أن مؤشرات فساد المنتجات لم تكن بخفية عن أعين المراقب والفاحص. طبعا هذه المنتجات اللي تم رصدها مطابقة للعينات الموجودة في المستودع في الهملة، طبعا هذه بس جزء من العينات الموجودة، عندنا عينات كثيرة بس راح أشرح لكم بشكل مبسط. عندنا الكاتشب هنا نفس ما تشوف منتهي 2018، وعندنا المايونيز منتهي من 2019، وعندنا حتى الدهن هنا موجود، الزيت منتهي في 2018، وراح أعطيك مثال واحد شلون التخزين شلون كان سيء وداخل فيه الله يسلمك حشرات نفس ما تشوف قوارض. وعندك هذه بعد المنتج منتهي من 2014، منتهي من 2014، وعندك طبعا اللي هو الورق عنب. هذه كلها المنتجات تتطابق المنتجات الموجودة في المستودع في الهملة، بوجود عدد تقريبا 13,500 منتج غير صالح منتهي الصلاحية، وتم جرد حاليا يتم جرده من قبل مفتشين الوزارة لحصر العدد الكلي وعدد المنتجات الموجودة. إدارة التفتيش بالوزارة تعقبت المنتجات المنتهية وتكشف لها وجود موقعين لمحلين في العاصمة المنامة يتم فيهما بيع بعض المنتجات المغشوشة، وقد تم ضبطها جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة منعا لتكرارها وحفاظا على صحة وسلامة المواطن والمقيم وتطبيقا للقانون دون هوادة ودون استثناء. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.